شادا مورنينغ مع كريم حضري من 7 تسعود جي الصباح على شادا يفام. صباح الخير يا مغرب. ليديتو آخر الكلام. أزمة كليات الطب في المغرب تجاوزت 5 أشهر والأزمة مستمرة وخانقة. موسم دراسي مهدد بل أصبح في خبر كان، وإنقاذه يتطلب جراحة دقيقة جدا لا يدركها ولا يتمكن منها ربما الوزير حاليا. ولذلك فالكلام من الآن وصاعدا ربما مع رئيس الحكومة، حتى لا نقول مع مؤسسة رئاسة الحكومة ككل. لماذا رئيس الحكومة؟ لأنه في نهاية المطاف هو الوصي وهو الضامن لمشروعه الحكومي الذي تعاقد وتعاهد مع المغاربة حوله. إذا كان عبد اللطيف المراوي وزير التعليم العالي ومعه وزير الصحة خالد أيت الطالب لم يوفقا في تدبير هذا الملف، فلرئيس الحكومة السلطة والصلاحية الكاملة بل والمسؤولية السياسية الضرورية والحتمية ليتدخل ويدخل على الخط، ليس لتسويف كلام، ليس لتوزيع الوعود، وليس لترويج منظومة أو برنامج حكومي سياسي فقط، بل هي مسؤولية سياسية تتطلب من عزيز أخنوش أن يأخذ الملف ويتخذه بكل الجدية الممكنة من أجل التعامل معه. ما لا تدركه الحكومة حتى الآن هو أنها تلعب بالنار وبصدد صناعة قنبلة اجتماعية لا تدرك هي نفسها متى تنفجر وفي وجه من. هؤلاء طلبة بالآلاف في مختلف الكليات، كليات الطب والصيدلة في المغرب، أمام مستقبل مجهول، والقمع والتخويف والتهديد والترهيب ليست أبدا ومطلقا ونهائيا من الحلول. ونحن في العام 2024 في مغرب يتقدم يتطور ومشرق ومقبل على كثير من الأحداث وعلى الارتقاء إلى مصاف الدول المتقدمة والصاعدة. ليس بهكذا ممارسات ولا أزمات سوف نتقدم ونتطور. هؤلاء الطلبة مع أبائهم وأمهاتهم اليوم يحتجون ويسمعون أصواتهم بطرق سلمية وحضارية، لكن ما نخشاه أن يجدوا أنفسهم غدا في الشارع أمام القوات العمومية التي لا حول لها حينها إلا تدبير الحشود بما تملك من آليات ومن تقنيات. لهذا فالحل السياسي ما زال ممكن، الحل السياسي ضروري، الحل السياسي واجب، والحوار هو أبسط أبجديات العمل السياسي والحكومي. وإن كانت لنا حكومة غير قادرة على الحوار والجلوس إلى مائدة الحوار، فماذا تفعل هذه الحكومة في نهاية المطاف؟ ربما حكومة لا تتحاور هي حكومة في الأصل لا تفهم مهمتها ومسؤوليتها وعملها. السياسة يا سادة حوار قبل كل شيء. ختاما هذا كريم حضري يحييكم، أطيب المنى وإلى الملتقى.